linear dependence الاستقلال الخطي. الاستقلال الخطي ايش معنى الاستقلال الخطي؟ اذا كان عندي مجموعة S فيها مجموعة من المتجهات V1 V2 إلى Vn، هذه المجموعة جزئية من الفضاء V، نقول عنها أنها is linear independent، مستقلة خطيا if the following condition is satisfied، إذا تحقق الشرط التالي. ما هو هذا الشرط؟ يقول لك if c1 v1 c2 v2 إلى cn vn يساوي صفر، حيث c1 إلى cn أعداد حقيقية. then قبل نكمل then اللي هو الجزء الثاني من الجم من الشرط، هذه ما هي؟ linear، يعني ما هو كلها هنا، هذا الجزء ما هو؟ هو linear combination of V1 إلى Vn، تركيبة خطية من هذه المتجهات. إذا أنا عندي، إذا كان عندي تركيبة خطية من هذه المتجهات تساوي صفر، يعني سويت تركيبة خطية وطلعت تساوي الصفر، فإن then ماذا؟ فإن ماذا؟ فإن C1 C2 Cn تساوي صفر، فلازم تطلع C1 إلى Cn تساوي أصفر. بمعنى آخر، لا يمكن أن تجد تركيبة خطية تساوي الصفر إلا إذا أخذت كل قيم السي تساوي صفر. هنا تكون المجموعة linearly independent، تكون المجموعة مستقلة خطية. إذا عشان تكون المجموعة مستقلة خطيا، فلا يمكن أن تسوي منها تركيبة خطية وتساوي الصفر إلا إذا أخذت كل السيز على تساوي أصفر، أو بمعنى آخر إذا طلع السي، إذا طلعت التركيبة الخطية تساوي صفر، فلا يمكن أن تكون قيمة السي وواحدة من قيمة السي لا تساوي صفر. مثلا لو أخذنا المجموعة S تساوي 1 وصفر، صفر وواحد، سالب 2 وخمسة، يقول لك هذه المجموعة linearly dependent، لاحظ هنا independent مستقلة خطيا، هنا dependent معتمدة خط، ممكن نقول معتمدة خطيا اللي هو عكسها. طبعا متى تكون dependent linearly dependent؟ إذا اختل هذا الشرط، إذا انكسر هذا الشرط، إذا طلعت واحدة من هذولي أو كلها لا تساوي الصفر. فليش هذه المجموعة يقول لك linearly dependent؟ لأنه لاحظ لو جبنا اثنين وضربنا هذا الأول، هذا واحد وصفر، جبنا خمسة ضربناها في المتجه الثاني سالب خمسة، والمتجه الثالث ضربنا في واحد وجمعناهم، لاحظ تساوي النتيجة ستساوي صفر. إذا أنا عندي تركيبة خطية، لاحظ أن عندي تركيبة خطية C1 تساوي اثنين وهذا V1 زائد C2 تساوي سالب خمسة وهذا V2 زائد C3 تساوي واحد وهذا V3، طلعت تركيبة خطية تساوي الصفر، مع أن قيم C كل قيم C لا تساوي الصفر. C3 تساوي واحد، C2 تساوي سالب خمسة، C1 تساوي اثنين. طيب هذا linear، هذا مثال على linearly dependent set. كيف نشيك، كيف نختبر linearly dependent حق المجموعة؟ If we have a set of vectors, we can check their linearly independence. نستطيع اختبار استقلالها الخطي by forming the equation
C1V1 C2V2 إلى CNVN يساوي صفر. نسوي تركيبة خطية من هذه المتجهات ونساويها بالصفر. لاحظ هذه زي ما شفنا في الأمثلة السابقة كلها، هذا المعادلة تعطيني نظام خطي، تعطيني نظام خطي. مصفوفة الممتدة عمودها الأول B1 عمودها الثاني B2 عمودها الثالث BN إلى آخر عمود هو الحدود الثابتة. بس هنا إيش الفرق عن الأنظمة الخطية السابقة؟ هذه كانت أنظمة خطية عادية، هذا بيكون نظام خطي متجانس homogeneous linear system. ليش؟ لأن الثوابت فيه دائما ستساوي أصفار، الثوابت ستساوي أصفار. أحل هذا طبعا النظام الخطي المتجانس له حالتين، إما أن يكون له الحل الصفري فقط، وإما أن يكون له حلول لا نهائية infinite number of solutions. إذا كان له الحل الصفري فقط معناته C1 تساوي C2 تساوي CN الجميع يساوي أصفر، لأن الحل الصفري معناته المجاهيل كلها تساوي أصفر. إذن يكون عندي linear independence، استقلال خطي. إذا كان هناك عدد لا نهائي من الحلول الخطية، من عدد من الحلول لا نهائي من الحلول، معناته بيكون عندي CIs لا تساوي الصفر، بعضها بيكون لا يساوي الصفر. إذن بيكون عندي linear dependent، ما هو independent وإنما dependent اعتماد خطي. طيب نفس هذا الكلام اللي قلناه، ان اذا كان السيستم على السلوشن other than zero، اذا كان لحلول غير الصفر، فالفكتورز are not linearly independent او linearly dependent. But اذا but if the system have only the zero solution، معناته C1 إلى CN تساوي أصفار، therefore the vectors are linearly independent. مثلا لو أخذنا هذا المثال، the set is تساوي V1 V2 V3 وهذه المتجهات، يقول لك هو يقول لك linearly independent. ليش؟ لأن لو سويت to see this we suppose that، لو سوينا تركيبة خطية وساويناها بالصفر ستعطيني نظام خطي شكل AXBX تساوي 0 الحقيقة، ما هو BX تساوي 0 which it's اللي وهذا نظام خطي، معادلة نظام خطي مصفوفة الممتدة بهذا الشكل، مصفوفة الممتدة بهذا الشكل. طبعا حيث مصفوفة الثوابت، هذه مصفوفة الثوابت، مصفوفة المعاملات آسف، وبعدين مصفوفة المجاهيل، والثوابت أصفر. لاحظ نفس القضية اللي قلناها قبل شوي. الآن أنا يهمني أعرف هنا في هذا المسألة، أعرف أن هل هناك حلول غير الحل الصفري أو لا. إذا في حلول غير الحل الصفري معناته يوجد قيم C1 C2 إلى CN، يوجد عندي قيم من سي من السيز لا تساوي صفر. إذا ما فيه إلا الحل الصفري معناته C1 إلى CN تساوي أصفر. طيب أنا عندي النظام الخطي بهذا الشكل AX يساوي صفر، هذه المصفوفة مربعة سكوير، إذن قد يوجد معكوس لها. إذا وجد معكوس أقدر أضرب فيه، فإذا ضرب من جهة اليسار A inverse مع A تروح، يبقى عندي X يساوي A inverse في صفر، إذن X يساوي صفر. إذا ما فيه إلا الحل الصفري، وبالتالي C1 إلى CN تساوي أصفار.
طيب لو ما وجد معكوس معناته لازم ألجأ إلى معناته بيكون عندي لا هنا في هذه الحالة بيكون عندي عدد لا نهائي من الحلول. طيب إذن المسألة تنحصر في إيش؟ تنحصر في المسألة تنحصر في وجود المعكوس أو عدم وجود المعكوس. زي ما قلنا وجود المعكوس أو عدمه يقدر أحكم عليه بواسطة قيمة المحدد إذا كان يساوي صفر أو إذا كان لا يساوي صفر زي ما قلنا. طيب إذن نشوف وش يصير معنا. نفس الكلام يقول لك إذا كان هذه square we can calculate its determinant. If we do so we will find that سنجد أن المحدد لا يساوي صفر. لو حسبت هذا المحدد حق المصفوفة هذه ستجد أنه لا يساوي الصفر. إذن السيستم has only the zero solution ليس له إلا الحل الصفري معناته قيم C1 C2 إلى C3 تساوي أصفار. إذن هذه المجموعة مستقلة خطيا هذه المجموعة مستقلة خطيا. مثال يقول لك the set is تساوي V1 V2 إلى V3 حيث ال V1 V2 V3 تساوي كذا is linearly independent مستقلة خطيا في R4. لاحظ مثل متجهة نونيات مربعة. نسوي نفرض أن عندي تركيبة خطية منها ونساويها بالصفر. هذه المساواة تعطيني نظام خطي AX يساوي 0 مصفوفة الممتدة هي هذه المصفوفة. لاحظ هنا العمود الأول V1 العمود الثاني V2 العمود الثالث V3 العمود الرابع الأخير ثوابت اللي أصفر في هذه الحالة. لاحظ الآن على عكس الأمثلة السابقة هذا النظام الخطي مصفوفة المعاملات فيه ليست مربعة مصفوفة المعاملات ليست مربعة من النوع 4 في 3 فبالتالي ما أقدر أستخدم ميزة وجود المعكوس وأحسب المحدد وأعرف أن النظام الخطي له حل غير الحل الصفري أو لا. فهنا ما عندي إلا أني ألجأ إلى طريقة جاوس للحذف ونحول هذا المصفوفة إلى الصيغة الدرجية الصفية ونحل النظام الخطي بالطريقة الاعتيادية. لو سوينا هذا الشيء يقول لك this system can be solved by Gauss elimination عندها وعندها we get لو حليناها بجاوس سنجد أن C1 تساوي C2 تساوي C3 تساوي صفر ما فيه إلا الحل الصفر. طيب إذا كانت C1 وC2 وC3 كلها أصفار إذن أي تركيبة خطية نساويها بالصفر معناته لابد أن C1 C2 C3 تساوي أصفار وهذا هو شرط الاستقلال الخطي. إذن بالفعل هي linearly independent برضو عندنا مثال على كثيرات حدود. يقول لك المجموعة P1 P2 P3 حيث ال P1 كثيرة الحدود بهذا الشكل P2 بهذا الشكل P3 بهذا الشكل is linearly independent. طيب عشان نشوف انها linearly independent بالفعل نسوي منها تركيبة خطية فنقول C1 P1 C2 P2 زائد CP3 نساويها بالصفر. هذا النظام هذا المساواة تعطيني نظام خطي AX يساوي 0 حيث مصفوفته طبعا هذا النظام الخطي لاحظ أن مصفوفته الممتدة ستكون هنا P1 كعمود أول P2 كعمود ثاني P3 كعمود ثالث وبعدين الصفر الحدود الثابتة في الأخير. هذه المصفوفة اللي هنا جوا مصفوفة المعاملات هي هذه اللي هذه عمودها P1 P2 P3 مصفوفة مربعة. إذا كانت مصفوفة مربعة معناتها أقدر أشوف أحسب المحدد وبناء عليها أحدد هل المعكوس موجود ولا لا وبناء عليها أعرف أن في حل غير الحل الصفري أو ما في حل وبناء عليه أعرف أنها مستقلة خطيا أو ليست مستقلة خطيا. لو جينا نحسب المحدد
سنجد أنه يساوي الصفر، سنجد أنه يساوي الصفر. طيب قبل نكمل بس خلني أقول لك، أنا شوف لاحظ المحدد ما كان فيه الصف الأخير ما كان فيه إلا صفر، وش سوى؟ جمع ضرب الصف الأول في العمود الأول في سالب، جمع على العمود الثالث، فطلع عندي أصفار هنا اثنين حسب المحدد، فقال اثنين في اثنين ناقص واحد، اثنين ناقص اثنين في اثنين في اثنين في اثنين ناقص اثنين بصفر، قيمة المحدد تساوي صفر. بما أن قيمة المحدد تساوي صفر إذا لا يوجد معكوس، وبالتالي النظام الخطي سيكون له حل غير الحل الصفري، سيكون له حل غير الحل الصفري، معناته C1 C2 C3 ممكن تأخذ قيم غير الصفر، ممكن تأخذ قيم غير الصفر. طيب أنا سويت تركيبة خطية سويتها بالصفر ووجدت أن C1 C2 C3 ممكن تأخذ قيم غير الصفر، إذا بالفعل هي linearly dependent، غير مستقلة خطيا أو معتمدة خطيا أو معتمدة خطيا. إذا بما أن المحدد يساوي صفر it follows that the system has solutions other than the zero solution، يوجد هناك حلول غير الحل الصفري، وبالتالي C1 C2 C3 ممكن تكون لا تساوي أصفار، وبالتالي اختل الشرط الاستقلال الخطي، إذا هي ليست مستقلة خطيا أو هي linearly dependent. عندنا نظرية يقول لك two vectors U and V in a vector space V are linearly dependent if one if and only if one is a scalar multiple of the other. إذا عندي two vectors في فضاء خطي نقول عنهم أنهم linearly أو سيكونون linearly dependent إذا وفقط إذا كان واحد منهم عبارة عن الثاني مضروب في عدد حقيقي. فمثلا لو كان S تساوي 1 0 2 والسالب 2 0 سالب 4 مثلا، هذه من غير أحسب أي حسبة، هذه على حسب النظرية هذين المتجهين معتمدين خطيا أو linearly dependent. ليش؟ لأن الثاني منهم هو عبارة عن الأول مضروب في سالب 2، لو أخذت سالب 2 العامل المشترك فالثاني عبارة عن scalar multiple of the first للأول، وبالتالي هما معتمدين خطيا. لو كان لو ما تحقق هذا الشيء إذن المتجهين أو المتجهان مستقلان خطيا، مثلا 1 0 2 مثلا سالب 2 0 3، هذول ولا واحد منهم عبارة عن الثاني مضروب في عدد حقيقي سواء كسر أو عدد صحيح، وبالتالي ولا واحد is a scalar multiple of the other so it is linearly independent.